دخل العالم في مرحلة اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا، انهيارات اقتصادية في دول متفرقة. أما في السعودية فثمت إجراءات اقتصادية وخطة إنقاذ لتجنب السيناريو الأسوأ. إجراءات سريعة قامت بها الحكومة السعودية من أجل استمرار المشاريع التنموية وضمان عدم انهيار القطاع الخاص من خلال حزم دعم متنوعة. التقينا الاقتصادي محمد البيشي الذي يرى بأن خيارات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها السعودية أخف وطأة من السيناريوهات الأخرى. السعودية هي محرك للقطاع الخاص، الإنفاق الحكومي من الدولة واللي يأتيها طبعا من إيرادات النفط هو اللي ينفق ويحرك الاقتصاد، لذلك كان أفضل طريقة هو اللجوء فقط لضريبة القيمة المضافة اللي ممكن تحقق إيرادات إضافية للدولة دون سحب من الاحتياطيات أو اللجوء لرواتب الموظفين أو بدلاتهم أو اللجوء لتسريح الموظفين في القطاع الخاص والعام. وزير المالية السعودي قال بأن هذه الإجراءات تهدف لحماية اقتصاد المملكة لتوفر نحو 100 مليار ريال بفضل الحلول العاجلة، والتي كما يقول الوزير كانت أقل الإجراءات ضررا وأخفها حدة. قبل أن تدخل ضريبة 15% حيز التنفيذ في السعودية، كانت قد نشرت حسابات معادية في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجتزأ يقول فيه وزير المالية بأن الضريبة لن تطبق. وحتى تكتمل الصورة سنعرض لكم هنا المقطع كاملا. أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هي أن تكون خططها واضحة جدا، وأستطيع القول أنه لم يكون هناك ضرائب على المواطن، لن يكون هناك ضرائب على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية بإذن الله. ما ذكرته بس للتوضيح أنه لن يفرض ضريبة على دخل المواطنين، ولن يفرض ضريبة على دخل المقيمين، ولن يفرض ضريبة على أرباح الشركات السعودية. هذه خطتنا إلى 2020. ما سيحدث بعد 2020 لا يمكن التنبؤ فيه الآن، ندرسه ونشتغل عليه وسنعلن عنه. وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا الحاضر أصبحت جزء من الحقيقة اللي علينا أن نواجهها الآن. وأحد مظاهر السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي هو ما يعرف بتداول الأخبار المكذوبة والأرقام المزيفة والمواقف، وهذا الهدف منه التلاعب بالمشاعر والتأثير على الرأي العام. وحنا لاحظنا يمكن في الفترة الأخيرة اقتطاع تصريح معالي وزير المالية الذي كان قبل عامين ثم أخرج من سياقه وبث في العديد من الحسابات، وأغلب هذه الحسابات لما ترجع لها هي حسابات غير حقيقية. وغالبا تعودنا أنه معظم هذه الحسابات حسب الرصد والتوثيق أن أغلبها تكون من خارج المملكة، وهذا يعني يتطلب الحقيقة منا في وسائل الإعلام جميعا الحقيقة أن نكون مبادرين إلى ضرورة توعية الرأي العام بخطورة التلاعب بالمشاعر والتلاعب بالمواقف واستغلال التوقيت. في ظل عالم متأرجح اقتصادياً ودول تتساقط اقتصادياتها بفعل وباء لم يبقي ولم يذر، تبقى الحلول التي اتخذتها السعودية وحسب خبراء الاقتصاد الأقل ضرراً على كاهل الأسرة السعودية والمقيمة. خلف الخلف، MBC.